That was stupid. That was stupid. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوماليون حول العالم أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. المهم طبعا زي ما قاعد تقرأ في التايتل هذا الفيديو حيكون أسئلة وأجوبة. نشرت أسئلة في الانستغرام والسناب شات. الشباب ما قصروا سألوني أسئلة كثيرة ففي أسئلة متكررة. الأسئلة المتكررة راح طبعا أجاوب منها واحد. وشكرا جزيلا لجميع من شارك. أول شيء لحد يستغرب الشقة جديدة فاضية فما فيها شيء فلسه ما كنت أتوقع إنه في أسئلة غبية لذي الدرجة راح تجيني. لا ما كنت أتوقع. خلونا ندخل في الأسئلة على طول لأنه أحس الكلام الكثير مرة ماني طيب. يعني مرة لما أحاول أتكلم بطريقة واو بس أحس إني أحمق أحس إني غبي والله أحس إنه أسئلة. والأسئلة راح تجيني ما أدري بأي لغة. فإذا جتني بالإنجليزي راح أجاوب بالإنجليزي وإذا جتني بالعربي راح أجاوب بالعربي وإذا جتني بالفنلندي راح أجاوب بالفنلندي وإذا جتني بالصومالي راح أجاوب بالصومالي. Yeah. السؤال الأول JB علوش 100 يسأل How do you see yourself in 5 years? How do you see yourself in 5 years? Okay, this is not an easy question. Like, I don't see myself. Maybe I will die tomorrow. I don't know. But it's a thing for you to actually try to be better than yesterday. If you are better than yesterday, in today, it's today, but yesterday it was bad, but today you better, that's good. And I wanna, I'm sure. And make money, baby. Money. Work hard. جدو underscore 18 يسأل يا حمادة ليش ما تتزوج؟ السبب اللي يخليني أضحك إنه اللي قاعد يسألني السؤال مو متزوج. يعرف نفسه. لا تضحك. أنت تعرف. بس أوكي. بجاوبك عليه. أنا طويل. طولي 1.95 متر. يعني نسبة غبائي عالية لأنه ضغط الأكسجين ودفع نسبة غبائي عالية أوكي؟ أنا حمار غبي أحمق وصلتني النعمة لين باب بيتي حمار طبعا غبي حر يا أخي غبائي حماقاتي حر رفستها هدف أسطوري هدف أنطولوجي هدف للتاريخ. مو جتني الفرصة بس لقيت الشخص المناسب اني اتزوج. بس والله صراحة يعني من دون مزح اني فعلا حمار والله ورفست النعمة اعتقد والوم نفسي صراحة يعني والله فعلا. فوكسي فور سيز فور فوكس فوكس فور زي واي اسك where can I get the best African salon. There is a salon in Turku called California Dream. It's in the center, close by here. I will send you the link and the address and everything. And there is a friend of mine who actually worked there and she will hook you up with a nice. I'ma talk to her. I'ma hook you up, but no worries. If you live in Turku, which I know you live in Turku, I know. I'm gonna hook you up with her and you're gonna definitely have a blast. Ahmed, yes'al. Ahmish. أحمس أحمس إيش؟ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقك ما تتمنى ونفرح فيك يا أخي. الله يعلم مقدارك ويبقيك يا أخي ويكثر من أمثالك يا أخي. أقسم بالله كلامك هذا أشكرك. يقول سؤالي هو يا أخي أنت ليش دمك خفيف ومهضوم؟ أنا الحين كده فتحت أحمد راح احاول اختصر لك الكلام هذا قدر الامكان. تعال شوي بس كده بس شوي. نوتيلا اقامت علاقه مع النوتيلا وكان الناتج
اللي بعده. حمود نواف العابد 24 حبيب قلبي يسأل يقول يا حمادة كم طولك؟ ما شاء الله عمي الله يبارك فيك وما تقصر تاج راسي والله. طولي 1.95 يعني باقي لي من المترين 5 سنتيمترات. انت تعرف ايش يقول عن الرجال الطوال؟ هو مو الطول بس، في حاجات تانية طويلة. احمد يسأل يقول ايش الفرق بين السعودية وكل الاماكن اللي زرتها؟ الفرق بين المملكة العربية السعودية وكل الاماكن اللي انا زرتها انه المملكة العربية السعودية يا اخي مو مسألة اني انا تربيت فيها بس، انه فيها ذاك يا اخي فيها شيء ما تحصل في كل الاماكن الثانية. الاماكن الثانية جميلة وحلوة وبس، اما السعودية غير ذي الحاجات كلها، عندك يا اخي طيبة القلب وانك يعني اليوم تشوف غريب في 5 دقائق يصير خويك. الاماكن اللي زرتها ما فيها ذاك الشيء اللي يرحب فيك، الوجه البشوش ذاك اللي يقول لك تعال تفضل انت مننا وفينا، لا ما في. فقط الكلام هذا موجود في السعودية والبلدان العربية بشكل عام. بومبا يسأل، واعتقد كل المتابعين يعرفوا بومبا، يقول كم واحدة اعطيتها خلفي؟ اللي بعده حذيفة القيسي يسأل وعنده علم العراق، يقول لي كم تحبني؟ حذيفة والله لو انت كنت بنت لو يقع لنا لازم بس والله امسكك كده هيد وبوكس وبوكس وهيد تاني اكلك والله. استغفر الله استغفر الله يا اخي حذيفة استحي خلاص احبك خلاص كافي خلاص استحي لا تورطنا مع الناس. الجنون في داخلي يسأل Are you gay؟ هل انت شاد؟ ايه ده اوس. اللي بعده 070.جمال يسأل What's your favorite enemy؟ انمي عالم كبير مختلف، فكأنك تقول ايش المكان المفضل عندك في العالم كله، وهذا انت زرت العالم كله ما تقدر تختار مكان واحد بالضبط، يعني يعجبك من كل مكان شيء. بس حاليا يعني لو قلنا قصة دموية شيء يدخل في بالك هنا شيء، يعني لو قلنا الآن نحط تقييم ايش الانمي المفضل عندك، هل هو الانمي اللي يخليني افكر فيه حتى وانا في شغلي، حتى وانا العب كورة، حتى وانا اتمرن، حتى وانا قاعد اسوي حياتي اليومية قاعد افكر فيه لسه في بالي اقول كيف ذاك الشيء مشى، ايش كيف ابعرف ايش الهرجة متى وكيف؟ Attack on Titan هجوم العمالقة. عمار عادل يسأل Are you satisfied with yourself؟ عمار okay. Satisfaction comes when you are in a place of your life where you did something that really made you satisfied. Like you did something so good, now you can say, hey, I can die in peace. I'm proud of myself. I did it. I haven't done that yet, which means I'm not satisfied with myself. But am I doing what it takes to reach that level of satisfaction? Yes, I am. Going to school, to gym, to work, to do vlogs, to move to a better place, to upgrade my level of education, to have a steady job, to build your own business, to build your own brand. It's not something that's going to come between night or day. It's something gonna take time. In time, it's what I have.
I'm not satisfied with myself, but I'm getting there because I'm trying my best. I think my answer is I'm not satisfied perfectly, but the fact wherever I fall, I get up and I try my best, it gives me some sort of satisfaction. Yes. I hope that answers your questions. Mustafa يسأل يقول ليش أغلب أصدقائك عراقيين؟ يا معود صدق كذي أنا خزعلي من الناصرية من الجنوب سوق الشيوخ صدق كذي سيدا تحكي أنت صدق كذي هاي شنو ما في ناس ما في صوماليين كثيرين يتكلم عربي ذاك سبب والسبب الثاني إنه المواقف اللي مرينا فيها مع بعض كونت فعلا صداقة مرة قوية والعراقيين كثيرين هنا فغصبا عن شكلي يا شيخ ياسر مهدي ask and he said do you prefer Saudi Arabia or Europe answer honestly with the whole lifestyle like Europe have their own like positive side and the negative side and Saudi Arabia is the same they have their own positive side and their own negative side which place I prefer Saudi Arabia. I grew up there. It's my hometown. I grew up there and I love it. Here, I like it. There is a difference between I like it and I love it. A guy like you should understand that. عمار عادل يسأل يقول السلام عليك أخي العزيز أسأل الله أن يغفر لي ولك ولجميع المسلمين. الله يغفر لي ويغفر لك ولجميع المسلمين والمسلمات يا عمار. يقول ماذا قدمت لآخرتك؟ ماذا أعددت ليوم لا ينفع إلا عملك؟ عمار سؤالك جاع الجرح بصفتنا شباب عزب وعايشين في دولة أوروبية فتقدر تقول إنه ذا الشيء فعلا مرهق للأعصاب والله فعلا شيء يؤذي الروح ويؤذي الجسد إيش أعدت لآخرتك والله هو العمل الصالح أنا أعتبر نفسي شخص ما يتهاون بالعمل الصالح اللي هو الصوم والصلاة والصدقة هل تعتبر نفسك شخص مسلم وملتزم؟ نعم صوم صلاتي عدم القرب للأذى الابتعاد عن رفقاء السوء الابتعاد عن الحاجات اللي توديك على الطريقة اللي شوية حتى يمكن كل هذا ابتعد عنه هل أعتبر نفسي شخص مستقيم وفي الصراط المستقيم وفي الطريق المستقيم؟ نعم الله يتقبلنا بين الصالحين هذه كانت مجموعة الأسئلة كلها وشكر كبير لكل من شارك في الأسئلة وسأل سؤال وأتمنى أني أكون جاوبت في السؤال هذا إذا تبغوا تشوفوا أسئلة وجبة مرة أخرى حط رأيك في الكومنت أنت زبط قول السبسكرايب هذه ترتيب هذا إزدجي سبسكرايب كتابك لي الله يقولك الدلال الصومالي سؤالي فادي مرة ما تعجبني عرفت كيف انت اذا عجبك الوضع انت حطه تحت بس عرفت كيف واشوفكم في فيديوهات اخرى ان شاء الله فسلام عليكم ورحمة الله